إذا طلبتنا الأعزاء حلا إلى المعادلة رقم 6. طبعا إحنا كل معادلة ممكن أن نحلها لمن بيها عدة مجاهيل، نقدر بالجرافرز يعني بالرسومات نحلها أو بالكمبيوترايزيشن. فإن أوردر تو كالكوليت ذا أوت فلو، أنا عندي الكيو جي زائد واحد فروم إكويجن 6، هذا إيش راح نسوي؟ ستورج أوت فلو فانكشن، هذا راح أحتاج اللي هو الستورج اوت فلو فانكشن ريليتنج دلتا از على دلتا تي زائد ان كيو اند كيو از نيدد. فاذا انا ايش احتاج؟ هذا المقدار وهذا، هذني لازم عندي معلومات از نيدد. ذا ميثود فور ديفلوبينج ذا فانكشن، هذا يسموها شنو؟ ستورج اوت فلو فانكشن، هذا لازمه. فذا ميثود فور ديفلوبينج ذا فانكشن يوزنج اليفيشن ستورج and elevation outflow relationships is shown in figure 4. حسن باوع شنو بالشكل رقم 4. اذا ايش نحتاج؟ ركز على هذا، نحتاج using elevation storage وال elevation outflow relationships، هذا اللي هو figure 4، هذا هو الاوتفلو وهذا هو الستورج. فهنا الووتر سيرفيس إليفيجن، هنا هو الستوريج، لاحظ هذا هو A و B و C. فنجي على البروسيجر شلون نستخدم هذا الكيرف. The relationship between water surface elevation and reservoir storage can be derived، ممكن انه نحددها by البلانيمترنج توبوغرافيك مارك، خط قياس الخرائط الطبوغرافية، أو فروم فيلد سيرفايس، أو من المسح الموقع أو الحقلي، يعني بالحقل نشتغل. The elevation storage relation is derived from the hydraulic equations relating head discharge. إذن العلاقة ما بين التصريف والمنسوب هذا ممكن أن نحدده من الهيدروليك اكويشنز، من المعادلات الهيدروليكيه ريليتنج هيد ديسشارج، اللي هي مرتبطه بمن؟ مع التصريف، شحن التصريف. Such as those shown in table 1 for various type of spillway and outlet works. هذا شنو؟ انت تعرف انه مثلا معادله الكيو شو تسوي لي؟ يربطها ويا الاتش، يعني هسه لما اشوف هاي العلاقه باوع، هذا هو السبلواي ديسشارج اكويشن. هنا شنو؟ انه الكيو كلها يربطها ويا من ويا الهيد، يعني كيو هيد يسموها كيو هيد ريليشن شيب، هاي اكيد معروفه بالهيدروليك ستراكشر. لما ناخذ هنا سبل واي حسب الانواع مالته، ان كنترولد او جي سبل واي جريست او جيت كنترولد او جي او مورنينج جلوري، فكل هذني شنو علاقه الكيو؟ اذا كيو هو الديسشارج، والسي هو الفايريشن اوف كوفيشن اوف ديسشارج، والال هو الافكتيف لينث اوف جريست، والاتش توتال هيد اون ذا جريست، وهكذا. تمام؟ فهذا هنا اللي يوضح لنا اياها، انه elevation discharge ممكن انه نستخدم اني ال elevation discharge relation، هذا is derived from the hydraulic equations relating head discharge، العلاقه ما بين ال head discharge يعني Q وال H. فهذا وين اقدر، مثل ما هو الحال بما بالسبلوي وبالاوتلت ووركس، هذني اللي موجودات بالخزان. فهسه نجي هنا شلون راح نطبقها؟ بهاي الحالة the value of delta H is taken as the time interval of the inflow hydrograph، هذا رح ناخذ هنا delta H هو الفترة الزمنية. For a given value of water surface elevation، لما أنا عندي قيمة معينة لمنسوب الماء water، the value of storage S and discharge Q are determined، اللي هو part A and B of figure 4 شكل رقم 4. بارت A هذا هو البارت A وهذا هو البارت B. فأنا هسه ايش عندي؟ شنو؟ أنا عندي الووتر سيرفيس إليفيشن H، هو يقول أقدر أسقط على المنحني يطلع لي الستورج، وبنفس الوقت أسقط على المنحني مال التصريف مال الأوت فلو يطلع لي التصريف. هسه عندي الكيو والاس، مو تمام؟ Then the value of delta S على دلتا تي زائد كيو is calculated and plotted on the horizontal axis في المحور الافقي of a graph with the value of outflow Q and the vertical axis at C.
of figure 4. هسه نجي هنا هذا وين اسقطه افقيا على المنحني؟ اسقطها افقيا على المنحني، هذا هو المحور رقم سي بالاوت فلو، واسقطها هنا بهذا الشكل. شو يطلع لي؟ يطلع لي ستورج اوت فلو فانكشن، هذا المقدار اللي هو دلتا اس اوفر تي زائد الكي. وراها شو راح اطلع؟ مو طلع هذا، احنا ايش قلنا؟ قلنا نحتاج المجهولين هو دلتا اس زائد دلتا تي اوفر ودبليو والكيو، فراح اطلع شنو؟ طلعت لي بنفس الوقت on the horizontal of the graph with the value of q. q انا عندي موجوده اللي هي بالvertical x، اسقطها هذا هنا دا يشرح هذا، و تطلع لي قيمه 2 اس زائد دلتا سي. هنا بهذه الحاله in routing the flow through time interval j all terms on the right side of equation 4 are known. اذا هنا كل قيم اللي موجوده بالمعادله رقم 4 بالجهه اليمنى راح تكون معلومه في هذه الحاله. هنا راح تكون معلومه. شوف المعادله رقم 4 هاي. فكل اللي موجوده بالرايت سايد راح يكون معلوم في هذه الحاله. فاطلع من عندي اطلع الستورج. ار نون. And so the value of delta S J زاد على delta C زاد Q can be computed. راح نحسبها في هذه الحاله. هذني القيم. The corresponding value of q j زائد واحد can be determined from the storage outflow function delta s over delta t زائد q versus q either graphically or by linear interpolation of tabular value to set up the data required for the next time interval. The value of delta of 2s j زائد واحد على دلتا تي زائد كي جي is calculated by. ممكن ان نحسبها من المعادلة التالية. دلتا اس جي زائد واحد على دلتا تي ناقص كي جي زائد واحد تساوي 2s j زائد واحد على دلتا تي زائد كيو جي ناقص 2 كيو جي زائد واحد. هذا هنا لحصة في الياها شنو معادلة رقم 7. إذا to set up، to set up يعني معناته لمعرفة the data required for the next time للفترة اللاحقة. The value of 2s j زائد واحد على delta t زائد q is calculated by. هذا وين هسه؟ هسه للفترة اللاحقة. The computation is then repeated for subsequent routing period. ممكن يعني نعيدها للاستتباع، فترات الاستتباع اللاحقة. هذا هنا كلها هذا الموضوع يخصنا شنو؟ الفلود راوتينج. كل هذا يخصنا الفلود راوتينج وشلون نسوي استتباع الموجه بالفتره الزمنيه الحاليه والفتره الزمنيه اللاحقه. هذا هو الفلود راوتينج. اذا من خلال هذه المحاضرات الفيديويه المتعدده تم تغطيه موضوع الفلود راوتينج من خلال المعادلات ومن خلال المنحنيات. ونتمنى ان يكون الشرح وافي، وبالإعادة الفيديو أكثر من مرة ممكن أن يتوضح الموضوع بشكل أكثر والاستفادة منه أكثر.